واش ما كاينش حل لهذا الشيء؟ يعني هذا هو السؤال المطروح. المواطن وخصوصا الساكنه ديال هنا جميله سبعه زنقه 12 هما ما كيحملوش مسؤوليه شي طرف، ولكن بغاو غير دير لهم حل، ما تقولهمش فلان او فلان او المهم خاص شي واحد يتدخل بشكل عاجل ويدير لهم حل. حيت هنايا هذا الباركينغ هذا راه فيه تقريبا جوج طوموبيلات اللي هي هذه وكاينه كذلك هذا السن العمراني ياك العمراني كذلك فيها جمعوه هنا بالمنطقه كتحضر السلطه المحليه كيكونوا معاينات، ولكن ما كاين حتى واحد كيتحرك. راه المتشردين ونقولها بصريح العباره راه دايرين ما بغاو في هذه السياره هذه بحال والو اللي ندخلوا نلقاو ملابس داخليه تماك ونلقاو شي امور نقدروا نلقاو شي وليد كاع ولد كاع غادي يقدر يدخل هذه السياره. يلاه نقدروا راه الجمله بحد ذاتها صعيبه بزاف. تقدر تلقى واحد السؤال المطروح، السؤال المطروح اللي حاليا واش نحملوا المسؤوليه للسيده عمده مدينه الدار البيضاء اللي ما قادرش انها توفر واحد المرأة اللي تهزوا في مثل هذه السيارات المهمله والمسروقه ولا الله اعلم اللي زيد على ذاك السياره حتى هي راه مهمله جوج دار جوج، او نحملوا للسيد رئيس مقاطعه السباته، او نحملوا للمصالح الامنيه اللي تجي تتعاين ديال الامن تعاينوا وتمشيو بحالهم. اذا واش مدينه الدار البيضاء غتولي مزبانه ديال السيارات وشكون المسؤول عليها؟ الا ما قادروش يديروا خدمتهم ينسحبوا، ينسحبوا هاد الناس يقدموا الاستقاله ديالهم المناصب ديالهم ويخلي الناس اللي عندهم جدار واستحقاق واللي قادرين يسيروا مدينه الدار البيضاء. واش غيكون وهذا توجه انا الشخص توجه للشخص ديال عمده مدينه الدار البيضاء. السيده العمده الا ما قدرتي تسيري المصالح ديال مدينه الدار البيضاء تيقدم الاستقاله ديالك. راه الدار البيضاء وجميله سبع الناس اللي صوتوا لك عليها قولها لها بحال هكا وتنتمنى انها توصل لها. الناس اللي صوتوا لك راه ولات عندهم مزباله اللي هي السياره ونقربوا للناس الخمر تتناولوا فيها المخدرات تتمارس فيها الفساد وامام اعين السلطات المحليه وحتى شي واحد ما يقدر يدير لها شي حل. حنا ماشي دايرين هذا اللايف باش نسبوا شي حد او نوجهوا اللومه لشي حد، تنقول لهم الا ما قدرتش تسيروا مدينه الدار البيضاء قدموا الاستقاله ديالكم. دابا السؤال في هذا المباشر المشاهدين كامل شكون المسؤول؟ باش الناس باش الناس باش الناس يفهموا باش الناس يعرفوا هو واش غيدار شي حل لهذا الشيء ولا لا؟ هذا هو السؤال. راكم واكبتوا معنا الماكل راك جيتوا لقيتوا الماكل لقيتوا البقايا ديال السجائر ديال التدخين لقيتوا الويل الكحل داخل هذه السياره. سمعتيني ولكن هاد الناس ما داروا لنا حتى شي حل. سمعتيني يا استاذ؟ واخويا غتهضروا على هاد السياره اللي ولات دايره لنا مشكل، ها هي تزاتنا طوموبيل اخرى. هادشي راه بزاف. الصوره امامكم شحال ديال القرايب هذا كاينين كاينين اللور شحال ديال القرايب اللور؟ القرايب شنو هادشي يا شيخ؟ دابا السؤال المطروح واش غيكون حل هادشي؟ حيت عينا باننا نفس الصوره نفس الكلام نفس الهضره نفس الرسائل خاص واحد ما تعطيكش جواب ما كاينش جواب جميع السلطات بدون استثناء شي كيلوحك شي كيلوحك شي ما تتعيط السيد رئيس المقاطعه تقول لي نوريو الناس اي غير مقامه السياره غير مقامه فينا واد العمد يدير خدمته فيها هذه السياره واش مسروقه واش ندير الله اعلم خص الامن يدير عليها تحقيق بعدا هذه تنطالبوا الامن كاش معاينه جات معاينه ديال واحد الشخص اللي كان دابا زي ديال الرسمي اللي ما عرفناش الاسم ديالو على ما يتنصراد قال حنا غنديروا خدمتنا ولكن حنا تنتظروا ما كاين حتى شي حاجه تحقيق بالسياره طبيعي الحال شوف 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 شحال ديال القرايب هذا الصوره امامكم متابعي قناه شوف تي هادشي هانتوما الصوره امامكم متابعي قناه شوف تي قاعد انت ريحه الماحيه ريحه الماحيه اللي جاي يشرب الماحيه ديال الناس بالبنانه هادشي راه بزاف الا ما قدروش يسيروا مدينه الدار البيضاء ينسحبوا ما قدروش على المسؤوليه ينسحبوا هادشي اللي كاين اش غنبقاو كل واحد نهضروا معاه بوحدو عينا بالك الهضره عينا